اتفاق هلا انتبه ما بيعني هذا بشيل المسؤولية عنا الفرقاء طبعا في لبنان، الطبقة السياسية سيئة ما بتسوى، نعم وهيدي مرة جديدة، ورغم كل يلي صاير وإذا بدك حكي الشعر والخطابات اللي بيعملوها عم بفتشوا على مصالحهم الشخصية، هني عم بفتشوا على مصالحهم الخاصة من خلال على مقاس الناس مع الأسف، والناس في جزء منهم بعد موهوم، بس هي فعليا هيك. هلا البرة اللي بده يجيبه بده يجيبه بالقوة برا، ايه مزبوط، وبده يجيبه بالإغراء في حجاب العصا والجزر اثنين سوا. بتنتظر شو برا؟ لكن المرحلة المقبلة الكل يسلم فيها بما فيها الفريق المتحالف مع إيران، يعني حزب حزب الله الله، وهذا أنه السعودي هو أساسي. ليه هو أساسي؟ لأنه هو بده يشكل القاطرة للخليجيين وراء حتى لقطر، لحتى تروحي بالنسبة لإعادة التعويم الاقتصادي والمالي في لبنان. وهيدا بس، لكن هيدا في له شروط وحاط شروط بالمقابل، وهون إذا بدك علقاني هو قبل ما يفوت على هاي الشروط، الظرف الإقليمي تبعه السعودي قال من وقت ما عمل اتفاق بكين مع، ونحن حكينا بهذا الموضوع صح، سابقا، انه هو ينتظر يريد مرحلة اختبار قبل ما ينطلق على اي محل تاني، واللي هي اليمن، تفاهم مع اليمن. هذا التفاهم مع اليمن الايراني كمان ما كان مستعد يعطيه، اما هو اما الحوثي اما بالتفاهم بين بعضهم، بالعمق للسعودي في اليمن ما بده يعطيه بالعمق للسعودي. والسعودي هذا السعودي هلا غير السعودي النقش القديمة، يعني كان الايراني عم يراهن على الوقت يلي بيخليه بالاخر للسعودي يمشي. السعودي مش هيدا، السعودي هلا مختلف عن الاول، وبالتالي هو يريد كمان ايضا باليمن بالمضمون. الزياره الحوثيه على السعوديه يلي نحن زياره الحوثيين يلي نحن عولنا عليها، اجى من بعد امبارح هجوم حوثي على الاراضي السعوديه، ويلي ادى الى يعني القوات البحرينيه تخسر قتيلين يمكن، نعم. او شيء هيك. طيب هيدا شو بيعطي؟ مؤشر، هيدي رساله ميدانيه انه مش ماشي، انه هلا مش ظابطه، انه مشان هيك لهلا مش ماشي الامور. بتفهمي انه هون السعودي يلي بهمه كثير لبنان، بخلاف التفسيرات يلي نحن دائما بنعطي تفسيرات، بس كيف بهمه وتارك هيك الامور ان يتحرك القطري وان يتحرك اعطى لانه اعطى اول اشاره انه بهمه كثير الوضع في لبنان، اول يعني اعطى اشارات عديده في هذا الموضوع، اخرها الاحتفال باليوم الوطني السعودي يلي كان مليء بالرسائل وبالتعبير، يعني من بوسط البروجكسيون على السفارة على حيط السرايا في لبنان، نعم. يعني مقر رئاسة الحكومة، لا الاختيار المكان في الوسط التجاري، لا المدعوين يلي وسعوا عليهم. السعودي مهتم جدا، هيدي اشارته انه لبنان يعنيني، لكن مش هلا بدي فوت، هو اذا بدك خلاف على التايمينج. واعطى قبل اذا بدك اهتمامه بالسياحة اللبنانية عبر موضوع التعاطي بالمفتين و يعني المرجعيات الروحيه، نعم. السنيمة دخل فيها بشكل مباشر هو، وكلنا بنعرف هذا الشيء. لكن قلت لك المساله معه لها علاقه بالتايمينج، التايمينج تبعه يلي هو حاطط بالاول اختبار باليمن. طب بتقولي طب شو لي عليها انا هون؟ او غير انه في له علاقه لحزب الله بالموضوع اليمني والايراني، بس في شغله رافعه ضغط على الامريكي. بالسابق ليك سريعة، من حوالي السنتين ركض الأمريكي خاف على الوضع في لبنان، ويلي بهمه أكتر شيء بموضوع الجيش، بيعرف أنه الجيش اللي هو أولوية عنده، ويدرك أنه الجيش هو اللي العكس الوحيد يلي باقي ويلي بيجمد الاستقرار، أو بيخلي لبنان بحده الأدنى من الاستقرار بس موجود. نعم. برم بده مصريات للجيش، مساعدات، المساعدات المالية يلي قائد الجيش عم يبرم فيها يمين شمال. السعودي تمنع، اذا بتذكري بهذيك الفتره، يدفع، مش عم يتمنى كان بوجه الجيش، كان عم يتمنى بوجه الامريكي، لانه انت عم تقول هيدا وانت هامك هون، عال انا ما بدي اعطيك هون، خلصني بالمصيبه يلي عندي اياها وبالمشاكل الكبرى يلي عندي اياها انا على المستوى الامن السعودي وامن الخليج. وبالتالي راح يومتها، منين جبنا المساعدات الماليه؟ جبناها من قطر. من قطر طبعا. لو السعودي ما بده نهائي، ما كان القطري ما كان جرأ وفات فيها، لانه ما راح يختلف كان مع السعودي على هذا الموضوع. بس لكن السعودي شو عم بيقول؟ انه انا مزعوج وما راح افتح، يعني عم بفتح بحيث انه ما يفرط الوضع في لبنان، بس بالوقت ذاته للامريكي انت مزروق هالقد عليك، انه انا بدي اخلص المشكله الاكبر يلي عندي. فاذا بخلاف انطباع الكل او التفسيرات السطحيه يلي اعطيوها الكل، نعم. وهيدي احد سفراء السعوديين الاساسيين في اوروبا قال لمسؤول لبناني كبير، بيقول له انه لا تخطئ الظن، نحن
يعني يهمنا لبنان وسوريا بالقدر اللي بتهمنا فيه العلاقة مع تركيا إذا ما كان أكتر. تصوري قدي وتركيا يلا شو فيها الخمسة مليار دولار صح. لكن برجع بقول هذا التايمينج يلي ما عم بيخليه يفوت لهون، وقلنا على شو وهلا يعني السعودي تارك انه تارك الساحة بس ما بده يفوت هلا، مش تارك عم بيعطيكي اشارات انه انا موجود بس ما بده يفوت هلا، ولانه بيعرف كمان وهو النقطة الثانية انه الايراني يهمه كتير انه ما يفرط الوضع في لبنان، لانه هيدا عم بيتربع على رأس حليفه يلي هو حزب الله. حزب الله وبخلاف انطباع الكل كمان يلي كمان بالاخطاء الشائعة حزب الله مزروك، مزروك بالواقع البيئة اللي عنده. الشيعة اللي عم يسمعوني بيعرفوا كتير منيح بس بشو مزروك اليوم حزب الله؟ الوضع الاجتماعي تبع الشيعة تبعه تبع هذا ما بالاخر هو، بس ليش هن مش عايشين مثلا اليوم البيئة الشيعية افضل من غير مناطق لبنان؟ مش صحيح. كيف جزء صحيح؟ من الساحة الشيعية يعني يلي عم ياخذوا رواتب من حزب الله بس. نعم. لكن اولا يقال انه الايراني خفف شوي من بلش ينقص شوي من شو اسمه معونته المالية الشهرية لحزب الله او تحويلته المالية الشهرية هيك يقال، هو طبعا ما بيحكيهم حزب الله ما بيتداول فيهم مش هيك اللي هيك يقال، بس انه بالاخر هو ايه ما في شروط عامل تفاهم مع الامريكي وفي شروط له. وهلا برجع بقول لك اللي هي الاهم الصوره الاقليميه طيب اثنين ايه، بس الجزء يلي عم ياخذ يلي عم يتاثر مباشر بالمكاسب الماليه تبع حزب الله ما يعني كل الشيء. في عندك المجموعه اللي كانت يعني الرئيس بري عمل لها المعونه الماليه تبعه من الدوله خدي باللبنان الديره اللبناني وشايف بتعرف في حاله الدوائر الرسميه بالدوله، وثلاثه في الطبقه الثالثه يلي هي خارج اثنين ويلي حتى هيدا هي بتكون هيدي عم تزعجيها بهذا الموضوع لانه كيف عم تسترزق يعني الارياف وما الارياف. وفي اربعه وهي الاهم الطبقه الماليه يلي او الفئه الثريه يلي صارت موجوده يعني في عند الشيعة صار في عندك فئه متمكنه يلي لها نعم. علاقه بالمال يلي اجا من افريقيا او غيره رجال وهيدا نعم. المال ما راح على المصارف الدوليه بالاسباب المعروفه، ولما اجا على لبنان كمان قسم كبير منه ما راح على المصارف اللبنانيه، فهيدا عم يجي وهيدا خلق طبقه تجار جداد او طبقه نافذين اثرياء عند حزب الله. طيب هودي شو عم تقول له انت؟ عم تقول له بتربي البلد؟ عم بقول لك طول بالك، ما انا معك بس انه انا اللي معك بس انه انا ما في روح على كمان على انهيار اقتصادي كفي فيه او يتفتت البلد. فاذا هودي عوامل قلق عند حزب الله يلي بده انه كمان ما ينقل. كمان ما بده التكوينات اللي عملها انه يفرطوا بين ايديه كمان، ما هو هيدي مراكز قوي او اوراق قوي عنده هو مهددين، لذلك حزب الله كمان محشور. وبالتالي هون يدرك السعودي انه انا لما بدي اجي، وهون لما حزب الله عم بيقول انه انا ادرك انه حظ الخليج يلي رح يكون اساسي بالمرحله المقبله نعم. مش عمل خير هيدا ولا عمل، لانه بالحسابات يدرك كمان انه هو سيستفيد نعم. ولو بشكل غير مباشر من هذا الموضوع، يعني البيئة ستستفيد من هذا الموضوع، لذلك السعودي بيعرفهم كمان هودي. بس هودي عنده مطالب. النقطة الأساسية إعادة تشكيل الخارطة السياسية في المنطقة، معلش شيء سريعا لأنه هيدي الأهم. ايه أكيد تفضل. أنت عندك ليكي هذا اللي بيعتقد إنه المنطقة هي هيك مش مزبوط. ناغورنو كاراباخ في ترانسفير صار ومحو لسلطة موجودة لمنطقة موجودة صح. وما صار في ردة فعل دولية كبيرة أبدا. وسمعنا عن نائب أجوبك رادونيون يعني كمان كيف علق السقف شو بقى. يعني بما في حتى من روسيا يلي نعم. كانوا معتندين عليها هونيك وحتى من إيران شو يعني؟ يعني هنا فينا هون التفاهم ببلاش هيدا صار أكيد لا. طيب إيران طرف هونيك بمحل تاني الأكراد الإيرانيين يلي كانوا على حدود ويلي ركزون وكلفوا هودي دعم كان في خارجي لألون نعم. شحطون وعملت لها مشاكل للدولة العراقية وحتى للأكراد للكردستان العراقية. طيب هودي ببلاش صاروا أكيد كمان لا. والطرف هون إيراني. في سوريا أنت عندك بجنوب سوريا مع السويدة هو ذهاب باتجاه نظام سياسي آخر وما استرجت قربت عليهم الدولة السورية. طيب هذا شو بيعني؟ وهونيك كمان معنية إيران لأنه كانت تريد أن تأتي أن تمسك بالجنوب السوري. طيب شو بيعني؟ بشمال سوريا كمان إعادة ترتيب الكبيرة يلي صار يلي عم بتصير ويلي إلها علاقة بإعادة ترتيب النفوذ وتركيا نعم. وإيران معنية. طيب كمان هذا ببلاش عم بيصير؟ أكيد لا. والأهم طريق الصين أو المفتوح الصين يلي كانوا عم يحكموا يلي التفاهم يلي عملوه مع السعوديين وهذا عم بيصير
له تبعات سياسية كبرى على مستوى إعادة رسم المنطقة. بعد الكلام حول يلي هو كبير ويلي قاله محمد بن سلمان بلسانه عن التطبيع مع إسرائيل ويلي عنده مفعيل هيدا بس يصير عم تحكي عن ثورة أو يعني زلزال على مستوى الواقع السياسي في المنطقة. شو عم يريد أقول حتى وما فت بكل واحد بالتفصيل تبعه، أنا شو عم يريد أقول بهيدي كل سوا؟ أنا عم يريد أقول إنه في إعادة رسم، وعم بتشوفي ما في قلنا بالسويدة النظام ما استعمل للخريطة كلها، نعم يعني الإيراني ما استعمل وما في يستعمل بوجهه. هذه إلها علاقة بإعادة رسم الخارطة السياسية كلها سوا. لبنان يدخل فيها، نحن لحقنا أول طرطوشة فيها. إذا بتشوفي لما صار التجديد لقوات الطوارئ الدولية، الصين وروسيا ما اعترضوا، ما وقفوا هذا المشروع يلي كان حزب الله ضده، كان يلي كان جدا صح، يلي كان كمان ما اجى هيك يلي عم بيصير. عم برجع بقول إعادة رسم الخارطة السياسية، لبنان يدخل فيها. هون السؤال الأكبر، هل لبنان رايح باتجاه استكمال يلي بلش فيه من 2016 يوم تقارت إيران؟ أصبحت أنا قالتها تحديدا من 2018 أصبحت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، يعني اعطاء لبنان بالسياسه بالسلطه لايران؟ لا، بين انه لا. وهيدا يلي راح ضحيته ترشيح سليمان فرنجيه، هيك بتقريها شو بدك بالمكافات؟ بس لحظه، سلم علي ما سلم علي، قلت له قال لي بالسياسه راح ضحيته، يعني سقط هذا الترشيح، سقط هذا الفرنساوي يلي كمان غلط فيه. واضح واضح، وهلا برجع بتلي كمان على موضوع الخماسيه بعد الفصل. بس خليني كان كفي بهيدا. فاذا النظرة للبنان بهذا الموضوع على أساس كيفية لونه الإقليمي، وهون كمان بيدخل الموضوع السعودي. السعودي عم بيقول أنا مش بس بدي أكتر، ومتفاهمين معه يعني الخماسية على هذا الموضوع، وصار الفرنساوي متفاهم معه أنه اتفاق الطائف من دون تعديلات الدوحة يلي منها تلت معطل بالحكومة أنا ما رح أقبل فيها. وبالتالي إذا بدك الزركي يلي عم تصير حول هاي، ورأيي لما اجى وزير الخارجية الإيراني على لبنان وكان متجي وكان عم يعطي أشواق سعودية إيجابية بما معناه أنه أنا إيران محلتين يعني، نعم. بالموضوع الإقليمي في تفاهمات كبرى ما رح كون ضده. بتضيف عليها الكلام يلي طلع عن الرئيس الإيراني بعد التفاهم الجنتلمان أجريمنت يلي عملوه هلا، أنه بدي روح على أجريمنت كامل خطي بالموضوع النووي، وحكي بلش لي الياباني حكي عنه رئيسي بنيويورك، قال انه نحن ما طلعنا عن طاولة الحوار هيدي، والامريكاني ما اعطى اشارات سلبية بما معنى كمان انه في ترتيب لهذا الموضوع. بظل هيدي كلها سوا يلي ايران احدى القوى الاساسية فيها، احنا فراطة في لبنان. مش يعني رح يبيع حزب الله، بس مش يعني كمان انه بالسهولة ذاتها انه ما بقى ماشي انه انا اقبض الثمن في لبنان. لبنان سيكون له ترتيب اخر يحفظ قوة حزب الله، بس لكن مسألة تانية. ختاما مع هاي بتجي اذا بديك ما يحكى عن زيارة قريبة لآموس هوكستين تانية اخرى بخلال اسبوعين ثلاثة لجنوب لبنان كرمان. للبحث بالترسيم البري، وهون في نقطة اساسية بدي اقولها، ترسيم البري اللي متقدم أكتر ما كلنا نعتقد متقدم، ويلي فل متقدم. أصلاً هو يلي فل آموس هوكستين كان متفائل بشأنه وراجع على أساسه أنه نقاط 13 هاي إلها علاقة بالترسيم الإقليمي، مثل ما كان التمن تبع الترسيم البحري انقبض بالعراق، التمن تبع الترسيم البري لن يكون شدي مش هناك تعمليك عنا لن يكون في المستوى على المستوى الرئاسي اللبناني، لكن تمن لقله بيكون إقليمي. وبالتالي وهون طلع إشارة إيجابية من حزب الله لما اللي قريته عن سان بالترسيم البري يلي قريته عن سان الحاج وفيق صفا، لما بيقول كما نحن نمشي ورا الدولة اللي بتقرر نحن نمشي، هيك عملنا الترسيم البحري هيك موقفهم. وقال كمان على الترسيم البري الدولة اللي بتقرروا نحن ورا. وبالتالي قرأت هذه الإشارة بشكل إيجابي إنه كما تصرفنا بالترسيم البحري نحن بالترسيم البري. قلت لك الترسيم البحري انقبض حقه بالعراق، الترسيم البري مش بلبنان بينقبض حقه كمان بمحل آخر. يعني عم جرب أقوله
الترسيم البري يلي معتبر البعض انه يلي بيروح او تظبيط هذا بينعكس على الموضوع الاستحقاق الرئاسي، لا، الاستحقاق الرئاسي يبحث في مكان اخر في اللجنه الخماسيه.